لا تزال العديد من القضايا المرفوعة ضد الجزائر لدى المحاكم الدولية دون فصل، من بينها 5 ملفات ضد وزارات جزائرية رفعتها شركة أجنبية ضدها، لتجد بذلك كل من وزارة النقل، الطاقة، الاتصالات، الموارد المائية والأشغال العمومية نفسها في قفص الاتهام ومتورطة في قضايا بالجملة، ما سيكبد خزينة الدولة حول خلافها مع الشركة اليابانية كوجالا لوحدها 1,700,000,000 دولار. وتأتي هذه القضايا نتيجة عدم إعطاء قانون الصفقات الجزائري ضمانات للمتعامل الأجنبي، ما يجعل هؤلاء يلجؤون إلى المحاكم الدولية لافتكاك حقوقهم وطلب تعويضات بالجملة. هو الإشكال فيما يخص المنازعات الناجمة عن إبرام عقود أو صفقات أو اتفاقيات ترجع بالدرجة الأولى بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين إلى عدم احترام بعض البنود، ويعني باش تروح للمحاكم الدولية يجب أن تكون مبالغ يعني معتبرة يعني أكثر من يعني 800,000,000,000 دولار. عندك قطاع المحروقات، عندك البناء والأشغال العمومية أو المياه. ملايير الدولارات ستضطر الجزائر لتسديدها للشركات الأجنبية كتعويض عن عدم التزامها بالعقود المبرمة بينها. قضية كوجات يعني المبلغ هو في الحقيقة ضخم جدا، يعني الناس تتكلم على 1,000,000,000 دولار، ولما نتكلم على المصاريف والنفقات إلى آخره قادر هذا المبلغ يضاعف 70%. التعويضات المعنوية والتعويضات القضائية وباقي الحقوق رايحة يعني يكون مبلغ يعني حوالي 1,700,000، وهذا مبلغ يعني ضخم ويفوق يعني فوق ما هو معقول. هذا وتبقى العديد من الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر متورطة في العديد من قضايا الفساد مع نظيرتها الجزائرية، ما يرهن التطور والتقدم الاقتصادي الجزائري.